يلعبوا الكراج هذه تتسنين وانا هنا يدخلوا عند الطبار ويدخلوا عند الدراري يبقوا يضربوني في الليل بالحجار الطبار مع البارح ويا الدور وحنا نلعب ثني منين الطبار نكون موت والبرد نموت بالبرد وخا عندي الملايات منين نجي نقلب هيدا انا منفوخه منين ما نقدرش نقلب نطلب من الله هما المحسنين يعاونوني في شي محل ويشريو لي كرسي متحرك ديال الضو هذا اللي نطلب من الله بحال الوالده ديالنا مسكينه هنايا عايشه هنايا 4 سنين هي وهي هنايا في هذا الكراج هذا حدا هاد السدور وهي مسكينه راها مريضه والكراك ديال هاد السدور هذا كيأثر عليها هي فهمتي وما كاينش اللي كيعقل عليها ما عندها لا والي لا رحيم فهمتيني ما عندها لا عائله لا حتى شي حاجه احنا الاولاد الحومه اللي كنجيبوا لها شي بركه وهادي باش كنتعاونوا معها وصافي ويا دابا راه مسكينه مؤلمه من هاد الكراج هادي خصها شي محل فهمتيني اللي مع هاد المحل هذا كيتساراو فيه الطوب حاشاك وبزاف ديال الحوايج مسكينه وكتعيش بوحدها مخلوعه هنايا بالليل وهادي حنا كنكونوا بعض المرات هنا وكنكونوا بعض المرات مشغولين فهمتيني ما كتبقى فينا هادي راه بحال الام ديالنا بحال الوالده ديالنا راه ربي اللي شاهد وربي اللي عالم مسكينه دابا راه دابا اللي كطلب شي محل اللي تستقر فيه واللي تعيش فيه مرتاح هاد السيده هادي راه شي 3 سنين وهي هنايا غير الناس اللي متعاملين معها في هاد المحل هذا فهمتي وراه مكرفصه هنايا ما عندها لا والي لا تالي كنطلبوا من المحسنين الا بغاو يعاونوها راه كطلب غير شي كرسي ديال الضو فهمتي وتعاونوا مع المحسنين وصافي مسكينه راه مكرفصه كتبقى فينا اخويا وكيتعاونوا مع غير الناس ديال الحومه فهمتي شحال من خطره جاتكم حنايا تعاوننا مع حنا ما عندناش الجد اللي قلب الله فهمتيني الانسان اللي غادي يتعاونوا مع كتصيف الصيف الصيف عرفتي واحد الحاله يرثى لها كتعيش غير في هذا الباب هذيك كتشوف الباب هذي ما كتصاد كلشي راك عارف الليل بعض المرات كنلقى هذا طالع والله العظيم كنهبط عليها كنطلبوا من الناس المحسنين الله يرحم الوالدين اللي جزاهم بخير الا بغاو يعاونوا هذه السيده هذه وصافي الطوبات بالليل كيدخلوا لنا للديور وسط الديور حركه هذا الانسان مسكينه كتبغي تشم واحد شويه ديال الهواء كتشم واحد شويه ديال الهواء كيبقى يدخلوا لها الفيران كانت دايره القطوط كيجيو الدراري باس اللي يبقاو يشيروا عليها بالحجر عندها واحد اليد مسكينه كتضرب غير بيدها هذه هي الكروسه ديالها هذه الكروسه هذه ما صالحه ما والو هذه الكروسه ما شنقول لك راه الله غالب مسكينه راه ما كتحرك بها ما والو دابا هذه هي بلاصتها واش فهمتي اي حاجه كدير في حوايجها كلشي كديرو في حوايجها مسكينه هاد الانسانه هاد انسانه ما خصهاش تبقى بعدا اولا هنايا لان هاد الجهه كلها خاويه ما فيها حتى شي واحد والكراج والسدور صداع عليها مني كيضرب داك لامون بحال اللي كيضرب لها في راسها وانسان مني كيكبر وكيوصل لواحد لاج يعني خاصو العنايه وخاصو اللي يحن عليه واللي يرأف به يعني بحال هاد السيده هادي خاصها شي انسانه اللي توقف معاها اللي تعاونها اللي تساندها اللي تكون معاها في شي دار ولا اوموا واحد الشومبر تكون فيها يعني محتاطه بالامان كنادي المحسنين الله يكثر خيرهم والله يجزيهم بخير يشوفوا في هذه الانسانه بعين الرحمه ويرحموها وما يخليوهاش في هذا الكراج هذا لان ضايعه مسكينه ضايعه لا ماديا ولا معنويا يعني واحد اخرين اللي لاباس عليهم تيتخلصوا وتيلقاو اللي يعاونهم وهي اللي محتاجه للاعانه ومحتاجه لهذه الخلصه شهريا ما كاينش اللي يوقف معاها سي بيان دوماج